Ajuda o barulho. Não, tipo, o barulho aqui no barulho. Tipo, o barulho. Olha pra você ali. Mas. اليوم كما تعلمون انا كل حال شاب رضواني اوفيسيالمون سيني بالفاكستيف الناس كل شاب سيني تاعو اون ديريكت اليوم انا سويتي بيان سور فير اون بريزونطاسيون انا سيتي في سيرج دونك زافون فريمون لو بليزير دو لافار افيك نو الحمد لله ان شاء الله نتمناو له التوفيق ويكون شهر مبارك على النادي ان شاء الله. ان شاء الله. اخباركم؟ يعطيكم الصحة كي جيتوا اليوم. من الحمد لله يا ربي من عاودت وليت الفريق تاعي اللي الفريق تاعي انا وتاع العائلة تاعي اللي تربيت فيه. الحمد لله نتمنى يعني نكون حسن الظن يعني سواء الإدارة ولا الرئيس ولا الأنصار ولا يعني مقربين للنادي. نتمنى إن شاء الله نكون في المستوى يعني ونكون في الخير على الفريق والفريق يكون في الخير علي إن شاء الله. الادمينستراسيون اليوم من بريزونطاسيون كانت خاصه انه يهديو بسم الله الرحمن الرحيم يعني كما يقول لك لفته رائعه يعني خاصه من رئيس فريق ولا المقربين اللي ساهموا في هذا يعني قابيس ولما عطيهم الصحه داروا لي جات يعني وين اثروا عليا انا خاصه يعني انا وشفتوا اليوم يعني وين تحضنت الرئيس ظن نشكره يعني يعطيه الصحه ويعني ما اثرت على العائله تاعي وكما قال لك يعني اليوم الحلم راه ولا حقيقه الحمد لله انا حققت الحلم تاع الوالد تاعي يعني كان متمنين يعني يكون في صفوف الفريق الحمد لله اليوم راني في صفوف الفريق وان شاء الله يعني نكمل زي ان شاء الله يعني اطول فتره يعني في الفريق سعد يعني درت اكيد يعني كما قلت يعني بعد المواسم اللي قضيتها يعني على برا ظن يعني راني اليوم وليت يعني مع الاكابر يعني طموح واحد اخر اهداف واحد اخرى نتمنى ان شاء الله يعني نساهم في تحقيق الاهداف تاع النادي وربي يوفقني ان شاء الله باش نحقق مع الالقاب فريق موالف الالقاب وان شاء الله انا راني ابن الفريق وان شاء الله انا نكون من المساهمين الاوائل يعني بحق الالقاب يعني. يعني كاين عوامل بزاف منهم يعني خاصه انا ابن الفريق من المدينه تقدر تقول العاطفه يعني تغلبت على القرار تاعي حبيت نلعب في الفريق هذا حبيت نحقق الحلم يعني حبيت نحقق ما حلم تاع اصدقائي والعائله تاعي يعني الناس كانت بزاف متمنيتني في الفريق الحمد لله اليوم يعني قدرت نحقق الحلم هذا وكنت عند وعد يعني من وعد الانصار باش نولي والحمد لله اليوم ماني وليت نتمنى ان شاء الله يعني كما قلت لك مشواري يكون مليح يعني مادام تعرفي وفاق ستيف باينه بلي كاينه كونكيرونس فريق يلعب على الالقاب فريق عنده عده جبهات يعني تنتظر فينا عندنا كوب دافريك يعني لازم نلقى بناش امل كاين كوب داجيري شوبيون العام الجاي ما كوب دارف هذا العام نتمنى ان شاء الله المنافسه اللي راح تكون مليحه للفريق في المرتبه الاولى ولينا احنا سواء كلاعبين ان شاء الله احنا نخدموا ولفاه خارج بارك ان شاء الله يعني كما قلت لك يعني ان شاء الله ماذا هما الفريق الانصار يعني يوالف الفريق بالالقاب سيفري هذا العام يعني جاز موسم صعيب لكن ان شاء الله البدايه يعني من هذا الموسم ان شاء الله نعدهم بالعوده بمنصه الفيديوهات والالقاب ان شاء الله ان شاء الله